إذا كنت تشعر بألم ما وأعطاك أحدهم دواء وأخبرك أنه سحري في تخفيف الألم، غالباً ستشعر بنتيجة سحرية بعد تناوله حتى وإن كان مجرد قطعة من السكر. هذا هو العلاج الوهمي الذي يتعلق بإنشاء صلة أقوى بين الدماغ والجسم، وتعتمد فعاليته على توقعات المريض. فإذا كنت تتوقع أن العلاج سيخفف آلامك، سينتج جسمك كيمياء مشابهة لتأثير الدواء الحقيقي، وكلما كانت توقعاتك الإيجابية أعلى زاد التأثير الإيجابي للعلاج. والتوقعات السلبية بحدوث آثار جانبية مثل الصداع قد تسببها بالفعل. ووثقت دراسات زيادة إنتاج الجسم للإندروفين نتيجة العلاج الوهمي، وهو واحد من مسكنات الألم الطبيعية في الجسم، فيمكن لعقلك أن يكون أداة شفاء قوية عندما تمنحه الفرصة. حرصت إدارة مهرجان الجنادرية على تحديث التطبيق الخاص به قبل فترة وجيزة من بدء المهرجان، ليضم كل ما يحتاج إليه الزوار من معرفته عن الجنادرية 33 قبل زيارته. جولة على أكثر المواضيع قراءة وتفاعلا في سيدتي دوت نت، كان أبرزها: تعرفوا على أصل كلمة الجنادرية، وصية غريبة لممثلة قبل انتحارها فما هي؟ أفضل 10 روايات يجب أن تكون في مكتبتك. تتجاوز مبيعات السلع الفاخرة 200 مليار دولار سنويا، هل أنتم من مهوسي اقتناء العلامات التجارية الفاخرة؟ شاركونا آراءكم في هاشتاج هواس التسوق.